أهلا بيكم في مجلة الحياة. اتميزت الفنانة شريفة ماهر من بداية ظهورها على الشاشة بتجسيدها لأدوار المرأة القوية، واللي ساعدها على إتقان دورها ملامحها وجمالها المميز. ولكن في فترة من حياتها حصروها المخرجين في تقديم أدوار المرأة الشريرة، وخلال مشوارها الفني قدرت تسيب بصمة قوية بفضل موهبتها. هنستعرض معاكم محطات في حياتها الفنية وسبب تعرض الفنان الجيزاوي للضرب بسببها. تابعونا. اسمها الحقيقي هدى ماهر القفراوي، اتولدت في حلوان يوم 30 سبتمبر سنة 1932، وهي جدة رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق ومنتخب السويد. وكبرت في أسرة فقيرة جدا، وبعد انفصال والدها ووالدتها عاشت مع والدها، وهي عندها 15 سنة زوجها والدها غصب عنها من راجل أكبر منها في السن، لكن انفصلت عنه بعد دخولها عالم الفن. فقرر والدها تزويجها مرة تانية لراجل أكبر منها بعشر سنوات، وظل زواجها مستمر لمدة سنتين، لكنها كمان انفصلت عنه. وأثناء زواجها وقع في حبها الفنان عمر الجزاوي، وصارح الفنان إسماعيل ياسين بحبه الكبير ليها، وسألوا عنها لو كانت متزوجة، وكان رد إسماعيل ياسين إنها مش متزوجة. وكان للمقلب ده نتيجة سيئة على الجزاوي، راح طلبها للزواج من زوجها أثناء زيارته ليها في استوديو التصوير بعد ما قال له إسماعيل ياسين إنه والدها. ويومها تعرض الجزاوي للضرب على يد زوجها، ومن خلال دراستها في المدارس الفرنسية أتقنت اللغة الفرنسية والإنجليزية، وبعدها حصلت على مؤهل جامعي، وده أهلها إنها تشتغل في أدوار صغيرة في أفلام أجنبية، وبعدها أدوار صغيرة في السينما المصرية. فبدأت مشوارها الفني من خلال الغناء في الإذاعة، وغنت أغنية من تلحين الموسيقار أحمد عبد القادر، وبعدها شاركت في أدوار سنوية لحد ما اكتشفها الفنان محمد فوزي وقدمها للفن كمطربة وممثلة. وعن طريقه اتعرفت على المخرج حلمي رفلة اللي ساعدها تغني قدام الموسيقار محمد عبد الوهاب، فأعجب بصوتها ووقع معاها عقد احتكار مدته 3 سنوات، وكان شرطه انها ما تشتغلش في السينما مع غيره. فقدمت معاه فيلم على بلد المحبوب، وكان من انتاجه، ولحن لها كمان اغنيتين في الفيلم، واستمرت معاه لوقت انتهاء عقد الاحتكار، وطلبت منه انها تشتغل مع غيره بسبب قلة انتاجه السينمائي، وبالفعل وافق على طول. ومن وقتها توالت اعمال الفنانة شريفة ماهر السينمائية، ووقفت قدام كبار النجوم، وكانت بالنسبة لها فترة الخمسينيات والستينيات هي فترة ازدهارها. فقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 50 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون، وفي الفترة دي كانت بتشارك في حفلات اضواء المدينة وقطار الرحمة اللي في الاساس كان هدفها دعم المجهود الحربي. وفي اواخر الستينيات اعترف صفوات الشريف انه كان مجند الفنانة شريفة للعمل معاه في المخابرات، لحد ما قررت البعد عن المجال الفني بعد زواجها من بطل العالم للإسكواش الراحل عبد الواحد عبد العزيز، وانجبت ابنها الوحيد طارق، وسافرت معاه للسويد لمدة 30 سنة، وهناك حصلت على الجنسية السويدية وقررت لبس الحجاب، لكن ما اعتزلتش الفن. وبعدها رجعت مرة تانية للاستقرار في مصر، واسست شركة هوليود وانتجت عدة اعمال لابنها طارق، لكن ما نجحش في الفن بسبب ضعف في موهبته. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. شاركونا برأيكم في التعليقات وقولوا لنا ايه هو اكتر عمل بتحبوه للفنانة شريفة ماهر، واستنونا في فيديو جديد مع مجلة الحياة.